أسبرين. تقديم وإعداد هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2015. مرحبا مستمعينا بحلقتنا اليوم من أسبرين. الإرهاب الزار القديم يعود من جديد إلى دول الغرب. روسيا عم تحصد لعنة عدوان على سوريا بضربة تركية وخسائر على الأرض. رح نحكي اليوم بعدة فقرات. الفقرة الأولى: لعنة الوحول السورية تلحق ببوتين. الفقرة الثانية: تركيا وروسيا والطائرة ليست السبب. الفقرة الثالثة: ماذا بعد عودة الإرهاب إلى أوروبا؟ وعنوان حلقتنا: صناعة الإرهاب في سوريا وروسيا السبب. بالفقرة الأولى من حلقة اليوم، قال الكاتب ماجد عبد الهادي بصحيفة العربي الجديد بعنوان بوتين يتسلق المدخنة، بيقول: قبيل انهيار الاتحاد السوفيتي بنحو سنتين قيض لي أن أشارك ضمن وفد من منظمة التحرير الفلسطينية في زيارة إلى العاصمة الأفغانية كابول التي كانت توشك على بلوغ نهاية عهد الدكتور محمد نجيب الله آخر رؤساء البلاد الشيوعيين الذي آلت به الحال بعدما يقرب من 4 سنوات تقريبا إلى سقوط نظام حكمه ولجوئه إلى مكتب هيئة الأمم المتحدة ثم إلقاء حركة طالبان القبض عليه وإعدامه وأحد أشقائه شنقا بشريط معدني على أحد أعمدة الكهرباء عام 1996. كنت حينئذ في مقتبل حياتي المهنية وقد نشطت على مدى الأيام 7 التي أمضيتها هناك في إعداد مواد صحفية متنوعة عن حال بلاد رزخت سنوات طويلة تحت صراع دموي مدمر بين نظامها الشيوعي المدعوم بتدخل عسكري هائل من الاتحاد السوفيتي وقوى الجهاد المدعومة في المقابل من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها العرب. فأجريت حوارا مع نجيب الله نفسه وقابلت مسؤولين حكوميين ونقابيين، كما استطلعت آراء طلاب فلسطينيين فوجئت بوجودهم يدرسون في جامعة كابول، بينما لم يكن ممكنا في ظل تلك الظروف لقاء أي من ممثلي قوى المعارضة المسلحة. عادي، يعني بده يكون هيك نهايته النظام الشيوعي بأفغانستان، هو اللي دمر، أو خلينا نقول اللي دمر أفغانستان هو التدخل الروسي اللي سمحت له في رموز النظام بأفغانستان أنه يتدخل. الدول اللي كانت بمسبحة الروس هلأ عم تفرط هلأ واحدة ورا الثانية حبة حبة، والدلالة موجودة لأنه هاي الأنظمة بنيت على سياسة الكل من أجل الفرد وبنيت على تأليه الفرد. فإجباري بدها تضيع الطاسة وتروح أفغانستان بخبر كان لاتباع النظام الشيوعي. ما علينا، نرجع للكاتب. لماذا أروي هذا النتف من الذكريات؟ الآن هو سؤال ربما لا يحتاج جوابا أمام تقدم أخبار الطائرات الروسية لتتصدر واجهة الأحداث منذ تحطم واحدة منها مدنية فوق صحراء سيناء في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، وحتى ما بعد إسقاط أخرى حربية بنيران تركية عند الحدود الشمالية السورية في 24 من شهر تشرين الثاني الفائت. لكن جوابا تلقائيا كذاك لا يغني عن القول إن الحادثة الأولى بما أثارته من تعاطف إنساني مع الضحايا الأبرياء، والثانية بما انطوت عليه من كسر هيبة القوة الروسية، ليستا في منأى عن الدرس الأفغاني القاسي والبليغ هنا. هنا تأني موسكو بطائراتها وأسلحتها لتنقذ نظاما ديكتاتوريا متداعيا وقتل مئات الألوف من شعبه، مثلما ذهبت هناك بجيوش جرارة لتمنع سقوط نظام حكم أو حكم عميل لها. هنا أيضا يدفع الروس في أيامنا هذا عربونا أوليا من ثمن تدخلهم العسكري المباشر في سوريا بعد ثمن باهظ دفعوه هناك في ثمانينيات القرن الماضي، ليؤدي مع عوامل أخرى إلى انهيار إحدى أكبر إمبراطورياتهم عبر التاريخ الاتحاد السوفيتي.
اللي عم يصير معك بيسموه فلاش باك، عم تشوف وكأنه الحدث عم يعيد نفسه. معروف يعني انه التاريخ بيعيد نفسه، من النادر انه يخطئ، وبالأحقية يعني يبدو انه التاريخ عم يعيد نفسه. الروس هلأ عم يعيدوا تكرار تجربة المستنقع الأفغاني بسوريا، بس يا ترى ليش عم يقعوا الروس كل مرة بنفس الفخ؟ لأنه المدرسة هي نفسها اللي خرجت الدكتاتوريين السابقين، اللي تخرج منها فلاديمير بوتين كمان. المسبحة هلأ مثل ما أنا عم تفرط وعم يحاولوا لملموا الدول دولة دولة، الدول اللي راحت من ايديهم ليبيا وغيرها وغيراتها. يعني الرؤوس اللي رؤوس الانظمه اللي شكون بوتين بالمسبحه عم يفرطوا واحد ورا الثاني. كمان راح تفلت على الاغلب روسيا من ايديهم، من ايدين هاي الانظمه. ما علينا، بنرجع للكاتب. ولن يغير في هذا الدرس شيئا ان امريكا تحولت دون امتلاك المعارضين السوريين صواريخ ارض جو، كما لن تنفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصية بلطجي المجتمع الدولي، لأن السوريين ببساطة بل أهل هذه المنطقة عموما لا يقلون اعتدادا بكرامتهم عن الأفغان، وها هي الحرب الضروس تضطره وطائراته إلى بدء تسلق المدخنة إذانا بهزيمته في سوريا وترك حليفه بشار الأسد لمصير يشبه مصير نجيب الله. يعني التاريخ معروف، وإنما هي مسألة وقت شو الطريقة اللي راح تبيع فيها روسيا رأس النظام بشار الأسد. والمعروف إنه أو المعروف أكتر إنه روسيا بمجرد إدخال صواريخ البالستية كان دليل على عدم قدرتها وقدرة النظام على السيطرة على الأرض أو تقدم لحتى وصلوا لهي المرحلة، استخدام صواريخ بالستية وقاذفات قنابل. فاصل ونرجع. بالفقرة الثانية من حلقة اليوم، تركيا وروسيا والطائرة الروسية ليست السبب. مقال الكاتب جهاد الخازم بصحيفة الحياة بعنوان بوتين وأردوغان يستاهلوا بعض، بيقول: العلاقات بين روسيا وتركيا سيئة وستسوء أكثر، فالسلطان رجب طيب أردوغان قضم أكثر مما يستطيع أن يبلغ أو أن يبلع بإسقاط الطائرة الروسية على الحدود مع سوريا، والقيصر فلاديمير بوتين يملك وسائل الانتقام. كنت توقعت أن تفلح وساطات أو وساطات لقادة الدول في قمة المناخ في فرنسا، وأن يجتمع الرئيسان ويضعا أسس حل، غير أن رفضا لبوتين الجلوس مع أردوغان، وعلى رغم طلب هذا اجتماعا ثنائيا، يعكس مدى غضب القيادة الروسية وتصميمها على أن تدفع تركيا الثمن. ايه بس يعني كيف بدها تدفع تركيا الثمن وتركيا يعني عندها كل الوراق بايدها؟ روسيا ما عندها شيء، عندها بس انه تصنع اسلحه وتورد، وتصنع ارهاب كمان وتورد. قلنا يعني انه الاوراق اللي بتركيا، مضيق البوسفور والدردنيل اللي بتسيطر عليهم تركيا، بتقدر تمنع اي شخص او اي دوله مطلع على البحر الاسود من انه ينفتح على العالم. يعني شو كمان السياحة؟ الروس هن الخسرانين. يعني معدل دخول السياح الروس لتركيا سنويا يبلغ 200 مليون دولار، فيعني روسيا الخسرانة. الأتراك ما بيروحوا بتسوح بسوريا، بروسيا عفوا. بيقولوا انه الطيارة الروسية ليست السبب، لكن اللي صار مع بوتين انه انجرحت مشاعره، لانه بوتين ابو بوتين الروسي يعني قائد التنظيم الروسي بسوريا، يعني عنده هيك قال شأمة الدب وعم يتبختر قدام الكاميرات، فنزع له صورته يعني. وصواريخ اس 400 هي اللي موجودة هلا بسوريا هي مو مشان خبط تركيا وتخبط الطيارات التركية، لا، هي بس محاولة لاستعادة هيبة الدكتاتور بعد الكف اللي أكله من أردوغان.
نرجع للكاتب وبيقول: عندما زار أردوغان روسيا في أيلول سبتمبر الماضي، رحب به بوتين كثيرا وقال أنه رجل مستعد لمواجهة الغرب. الآن يقول بوتين إن روسيا طعنت في الظهر، وصحافة الحكومة في موسكو تزعم أن ابن أردوغان شريك في تهريب داعش للنفط إلى تركيا وله حصة من ثمن البيع. وكانت روسيا عرضت في قمة العشرين في تركيا الشهر الماضي صورا لتهريب النفط مرفقة بمعلومات. روسيا وضعت صواريخ بعيدة المدى في سوريا على مسافة 30 ميلا من الحدود التركية، وبيان رئاسي أعلن منع تجديد التراخيص للعمل للأتراك في روسيا بعد أول الشهر المقبل، ومنع استيراد بضائع تركية، وأهم مما سبق فرض تأشيرات دخول على التنقل بين البلدين، ووقف طائرات السياحة الروسية من حمل السياح إلى تركيا. وهذا يعني حرمان 3 ملايين روسي سنويا من الاستمتاع بشمس تركيا وشواطئها. يعني هلا الرد الروسي إجباري رح يكون عبارة عن اتهامات وتلفيقات لتركيا. هذا شيء بيأكد أنه روسيا غير قادرة على مواجهة تركيا، لا اقتصاديا ولا عسكريا ويمكن ولا سياسيا كمان. روسيا بتدرك هذا الشيء. بيقولوا أنه هاي ردة فعل روسية مؤقتة رح تكون لثلاث أربع شهور، يعني لأنه روسيا لسه ما دقت تبعات هذا القرار بمنع تجديد التراخيص وبمنع السياح من الذهاب إلى تركيا وشوية إجراءات، لسه ما دقت التبعات. بيقولوا بس بكرة روسيا تحس بهاي التبعات رح تصير درغل بالعبري من تبعات قراراتها، رح تركض لتسوية، وهون الأتراك رح يلعبوها على كيفهم وعلى أقل من مهلهم مثل ما بيقولوا. فاصل ونرجع. بالفقرة الثانية من حلقة اليوم، مقال الكاتب غازي دحمان بصحيفة الحياة بعنوان: ماذا بعد أن ينقل داعش حربه إلى الخارج؟ بيقول: تتغير ديناميكية الصراع في سوريا بأسرع مما تتوقع الأطراف المنخرطة فيه، وبما يفوق قدراتها على توظيف الأحداث التي تقع في قلبه أو على هامشه في سياق سرديتها الخاصة. ويبدو أن اتساع دائرة استهداف داعش والأخطار المحتملة للنمط العملياتي الجديد والقائم على نقل الحرب إلى الخارج، أو أقله تأسيس فرع للعمليات الخارجية، يقدر أن تكون له انعكاسات على مقاربة الأزمة وآليات حلها بدأت نذرها بالظهور. ولعل أكثر تلك الانعكاسات وضوحاً اعتبار جغرافيا سوريا والعمل في إطارها حقا للجميع أو لجميع الأطراف والقوى، طالما أن سوريا باتت مصدر خطر مباشر على تلك القوى. يعني هلأ الكل متفق على مكافحة الإرهاب بالعش تبعه، بس كمان الغير بيقول أنه داعش مثل كرة اللهب أو مثل برميل النار اللي كل البعوض بيهجم عليه وبينتحر. بيقولوا انه هي مثل كرة اللهب، نيرانا عم تطول كل اللي عم يحاربها بسوريا. المعروف هلا انه العالم عم يدفع ثمن عدم تدخله المبكر في استئصال المرض، وهي المرض انتشر والعالم يحتضر وعم يحاول من خلال قصفه للتنظيم مثل المريض اللي خلص المفقود الامل منه، عم يعطوه بس مسكنات ومخدر مشان ما يحس بالألم. العالم أو الغلطة اللي ارتكبها العالم إنه ما استأصل المرض من أصله، كان لازم يروحوا على أساس المرض وهو رأس النظام وأتباعه اللي هن أول بذرة قذرة لهذا المرض المعدي. ما علينا، نرجع للكاتب. يبدو أن سكرة حلف إيران وشماتته بالفرنسيين ستنتهي إلى كابوس كان حتى وقت قريب خارج حسابات هذا الحلف الذي انتعشت آماله كثيرا بعد التدخل الروسي بما أضافه له
عناد بوتين وتهوره من قوة دعم جعلت أركان الحلف تراهن على كسب المعركة في سوريا وإمكانية الحصول على تسويات تكرس هذا الفوز وتجعل مطالب الشعب السوري ومطالبة القوى الإقليمية والدولية بتنحي بشار الأسد عن السلطة أثرا بعد حين، أو أنها صارت خلفنا على ما اعتاد إعلام تحالف إيران قوله. لا شك في أن روسيا تنبهت لهذا المأزق، وقد بدا ذلك واضحا من دعوتها إلى تشكيل تحالف دولي ضد داعش في سوريا، لكن الكرملين كان يدعو إلى تحالف سياسي تحصل روسيا بموجبه على دعم وتفويض دوليين بتسوية الأمور في سوريا، على أن تتولى روسيا وإيران إخراج المشهد بالطريقة التي تناسبهما من دون أن يكون للقوى الأخرى أكثر من دور المسهل. وقد حاول بوتين في هذا الإطار التلميح إلى أن روسيا تشكل القوة الأكثر فعالية، وبالتالي فأن أي قوة عسكرية قد تأتي إلى سوريا يجب أن تعمل تحت القيادة الروسية. يعني هذا كان حلم الروس من الأول بأنهم يعتلوا العرش الأمريكي، يعني قيصرية الشرق الأوسط بعد رحيل أمريكا، وأمريكا ما دارت ظهرها. كان الحلم بأنهم يبينوا قدام العالم بأنهم هنن القوة الفعالة اللي ممكن تحل مشكلة الشرق الأوسط، يعني هنن اللي راح يحاربوا تنظيم الدولة، وهنن اللي راح يوجدوا حل بسوريا، وهنن طبعا هاي الحجة معروفة انه ما اقتصر عملهم غير على دعم النظام، بس هاي حجتهم انه بدون يحاربوا تنظيم الدولة. فاللي ممكن مثل ما قلنا انه روسيا حاولت تبين انه هي ممكن تحل الموضوع وتقول للدول انتوا يا هالدول ما عم تعملوا شيء وما فيكن تعملوا شيء، فحشدت روسيا كل قواتها وفاتت وبلشت تصوت لحالها وتسوق لحالها كمان بأن القوى الأكثر فعالية. حكولة تفضل على الميدان يا حديدان، طلع حديدان بده مين يضبه، صارت روسيا هلأ تزغرت وتنطوت من واحد لواحد، صارت تلفلف على فرنسا وغيرها مشان تكون حليفة لإلها وتقوي موقفها بالعدوان على سوريا. ما علينا، بنرجع للكاتب بيقول: ولكن بالنظر إلى حجم الاختلافات الكبيرة في التفاصيل بين روسيا والغرب، وعلى رغم الاتفاق الظاهري على محاربة داعش، لا يتوقع أو لا يتوقع أن يكون التعاون سهلا بينهما في سوريا، فالعكس هو الصحيح، ذلك أن الوجود الغربي في سوريا سيشكل ضغطا على روسيا التي كانت مرتاحة حتى وقت قريب في تشكيل وصياغة مقاربتها السورية بعد أن منحها التدخل العسكري قوة أمر واقع استثمرته بشكل جيد في مؤتمر فيينا، ويبدو أن هذه المرحلة في طور الانتهاء، ذلك أن فرنسا وأمريكا ومن خلفهم القوى الإقليمية لها رأوها وتصوروها أو تصوراتها المعلنة سابقا، والتي ترفض استمرار وجود الأسد في السلطة، بل والأكثر من ذلك ستطالب لاحقا بأن يكون لها إشراف مساو على تطبيق كامل لبنود مؤتمر فيينا بما فيها صياغة الدستور والعمليات الانتخابية البرلمانية والرئاسية. كما أنه لم يعد في إمكان روسيا بعد اليوم فرض احتكار تدخلها في سوريا، كذلك لن تكون قادرة على التحكم بالمخرجات السياسية للحرب السورية كما كانت تأمل، ذلك أن إرهاب داعش جعل لكل القوى الدولية الحق في التدخل في سوريا، ولم يعد في إمكان طرف واحد احتكار توظيف أعمال داعش لمصلحته طالما أن الضرر يطاول الجميع. يعني هلأ صارت مكافحة الإرهاب شماعة للدول لأنها تفرض القوانين اللي بتحبها وتاخد اللي بدها اياه. يعني روسيا اول ما اجت تفوت على سوريا قالت لحالها يلا منفوت ومنخبط الطين بهالعجينة، يا بتزبط يا ما بتزبط، بس بالنهاية كمان في عندها خطوط حمر، يعني مثل خطوط الحمر تبع اوباما.
انه ما حدا يقرب على الساحل تبعه، الساحل هذا اللي بيأمن له اطلالة مجانية على المياه الدافئة على المتوسط، عدا عن الغاز اللي بالسواحل السورية. فيعني بدها توجد حالة بأي وسيلة. روسيا ما عم تحاول تنقذ النظام، عم تعرف انه النظام متداعي من اول ايام تدخلها. اكتشفت انه اللي موجود على الارض مو قوات نظام، الموجود على الارض بس هن ميليشيات ايرانية. فقالت لك ليش نحارب مشان نظام عم يدعى؟ لا، خلينا بس نبين قوتنا ونتبع استراتيجية الحل المستحيل مشان ناخد اللي بدنا اياه. بلشت جابت القاصفات وجابت صواريخ S-400 وبلشت تقصف بها الشعب. هي بحجة محاربة تنظيم الدولة. طبعا هي لا جاي تحارب تنظيم الدولة ولا شيء، هي جاي بتفرض قوتها. وعلى مين؟ على الشعب السوري اللي الكل تقوى عليه. يعني اهم شيء بدها مصالحها، وهلأ عم تحاول تركض لتوجد شيء او لتكون الى خلينا نقول مصلحة، او خلينا نقول الى يد او الها حضور بتشكيل حكم او شيء نظام مدرجن بيتبع لو بيحفظها لمصالحها بمكان بارد وجاف بعد ما كان محفوظ بالبوط العسكري تبع النظام. فهذا اللي عم تحاول تلعب عليه. وداعش مثل ما قلنا هي شماعتها، مثل ما صارت شماعة الكل. كان عنوان حلقة اليوم صناعة الإرهاب في سوريا وروسيا السبب. حكينا بعدة فقرات، الأولى لعنة الوحول السورية تلحق ببوتين، الفقرة الثانية تركيا وروسيا وطائرة ليست السبب، الفقرة الثالثة ماذا بعد تصدير الإرهاب إلى الخارج. للاستماع لحلقتنا فيكن تتابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كان معي من الهندسة الإذاعية مشهور، وكنت معكم بالإعداد والتقديم هادي أحمد. إلى اللقاء. أسبرين، تقديم وإعداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015. على دقة قلبك الروح. راديو أورينت. أورينت.